عرفت مين ضحيه الاهلي؟ واي ضحيه. مش اول مدير فني برضه. برضه تقيله. بص، هو مش اول مدير فني طبعا يكون ضحيه النادي الاهلي. على فكره برضه انا ما بتكلمش كده كلام، ده في تواريخ وفي اثباتات اللي انا بتكلم فيه. يعني ليوناردو وجيرديم من المفروض المديرين الفنيين التقال، هو المفروض برضه قدم كتير جدا مع الهلال السعودي، والصفقات الهلال السعودي يعني حصل عليها، بتكلم على 7 صفقات كانت مفروض قويه جدا. على فكره هم ما زالوا برضه فريق قوي جدا طبعا. يعني فازوا او خسروا مش مشكله، بس هم لعبوا كويس جدا قدام تشيلسي. بس احنا برضو الحمد لله النادي الاهلي كنا متوقعين حاجه زي كده رغم كل برضو الصعوبات. ولكن هل في تهديدات؟ طبعا في تهديدات، لان كان متوقع برضو لما كان تم الاختيار لجارديم انها هيقدم حاجه مختلفه. وعلى فكره انا اعتقد من الناس اللي الهلال السعودي قدم اوريدي حاجه مختلفه، حتى لو ما كانش يعني فاز في الماتش الاخير او فاز بميداليه، ولكن هو قدم برضو مباريات كويسه جدا. فكره ان هو بس يتأهل أصلا دي في حد ذاتها ولو لأول مرة، أعتقد برضو it's an add value زي ما بتقال يا كريم. طبعا أكيد. دي بس طبعا قرار بقى أن هو يرحل من أن هو يستمر، دي مش بتاعتنا أكيد، دي راجع لحساباتهم هم. طيب خلينا